وهذه عودة إلى ملف اللاجئين واندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة. وحول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة فراس حاج يحيى، مدير التجمع الحقوقي السوري في القاهرة. يعني عندما نتحدث عن إدماج اللاجئين في المجتمع، ما هي المتطلبات الأساسية التي يجب أن يتخذها اللاجئون حتى يكونون جزء من هذا المجتمع الذي يعيشون فيه؟ يسعد مساك، تحياتي لكل السادة المشاهدين. حقيقة الموضوع الذي تقومون بطرحه موضوع مهم جدا، نتكلم عن اندماج اللاجئين في مجتمعات لجوئهم. كما نعلم أن أزمة اللجوء السورية تعتبر أكبر أزمة لجوء بالعالم بعد الحرب العالمية الثانية. لا شك هناك واجبات على اللاجئين الذين التحقوا بدول اللجوء التي وصلوا إليها، وكذلك مسؤولية وواجب لدى الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين. وهنا علينا التمييز بين مصطلحين، الأول اندماج اللاجئين، والمصطلح الثاني وهو انصهار اللاجئين في المجتمع الذي لجأوا إليه. مما لا شك فيه أن إذا كنا نتكلم عن اللاجئين بشكل عام، بأن عملية اندماج اللاجئين تتضمن منهم استيعاب أنهم الآن هم أشخاص خارج حدود بلدهم، عليهم مراعاة القوانين النافذة في الدول التي لجأوا إليها، عليهم البدء بحياة جديدة وأن يتأقلموا مع الظروف الموجودة التي تسببت بها أزمة لجوئهم أو أزمة نزوحهم. كذلك الأمر بالنسبة للدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين، يتوجب عليها أن تقوم بمجموعة من الإجراءات، بدايتها تكون بالتواصل مع الجاليات التي تضم هؤلاء اللاجئين لتسهيل متطلباتهم ولبحث احتياجاتهم وتذليل العقبات الروتينية أو بعض القرارات التي من الممكن أن تسهل إقامتهم. هناك من يقول سيد فراس بأن أفضل وسيلة لإدماج اللاجئين في المجتمع الذي يعيشون فيه هو العمل، أي بمعنى أنك تصبح جزءا من هذا المجتمع، لابد أن تكون عنصرا فاعلا في تقديم خدمة لهذا العمل. ما هو رأيك؟ صحيح، بالبداية العمل يأتي محصلة أو يأتي نتيجة لمجموعة الإجراءات التي تحدثنا عنها. اندماج اللاجئين لا ينحصر فقط في سوق العمل، إنما يكون من خلال اندماجهم في الحياة الاجتماعية وفي النسيج الاجتماعي للدول التي وصلوا إليها، احترام عاداتهم وتقاليدهم، الحفاظ كذلك بالنسبة للاجئ على هويته الثقافية والفكرية، التأثير بمجتمع اللجوء الذي لجأ إليه والتأثر به، يأتي في محصلته أو في الخاتمة لمجموعة هذه المقدمات تكون النتيجة دخول سوق العمل. إذا أخذنا اللاجئين السوريين خلال السنوات السبع السابقة، نجد أنهم اندمجوا بجميع الدول التي وصلوا إليها. بدأ نجاحهم أو اندماجهم بحالات فردية، إلا أنها كما في دول أوروبا، إلا أنها أخذت طابعا جماعيا عندما تقوم الدولة التي تستضيف هؤلاء اللاجئين بتأمين متطلبات حياتهم وتوفير البيئة الحاضنة لهم لاندماجهم ولتطورهم واندماجهم بالمجتمع. مثال ذلك اندماج اللاجئين السوريين موجودين في مصر في المجتمع المصري من خلال البيئة الحاضنة المتمثلة بالمجتمع والحكومة المصرية التي قدمت الكثير للاجئين السوريين والتي وفرت لهم بيئة حاضنة لهم من خلال سماح لهم بحرية العمل وحرية التنقل داخل البلاد ولم تقم بوضعهم ضمن مخيمات أو كمونات. تحدثنا عن الاندماج وماهيته أيضا، لكن لو نتحدث عن الصعوبات التي يمكن أن يواجهها اللاجئ في أي مجتمع يعيش فيه من الاندماج في المجتمع، ما هي أبرز الصعوبات التي يمكن أن يواجهها؟ الحقيقة أبرز الصعوبات التي يمكن أن تواجهها هي صعوبات قانونية، في بعض الدول لا تعترف بأي حقوق للاجئين، وبعض الدول لا أصلا غير موقعة على اتفاقية اللاجئين، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. بعض الدول وجدنا دول تعتبر لاجئين ضيوفا ولا تعتبرهم هؤلاء اللاجئين لا يعتبرون فيها لاجئين، انما اعتبرتهم بمثابه ضيوف، كما في لدينا مثال في تركيا وفي مصر اعتبرت اللاجئين السوريين مثلا ضيوفا ولم تعتبرهم لاجئين. كذلك لدينا بعض الدول عانى فيها اللاجئون بالدرجه الاولى من عنصريه كبيره ومن صعوبه كبيره بالاندماج بسبب عدم تقبل المجتمع الذي او الدوله التي لجؤوا اليها وهذه المجتمعات لهم، كما يعني نعلم العنصرية الشديدة التي يعانيها بعض اللاجئين السوريين موجودين في لبنان نتيجة استغلال أزمة اللجوء أو أزمة اللاجئين في اصطفافات أو حسابات سياسية معينة. كذلك العنصرية التي عانى منها بعض اللاجئين من اليمين المتطرف في أوروبا. بالتالي عملية اندماج اللاجئين كما بدأنا يعني وكما أخبرتك بالبداية هي عملية مشتركة. نعم.
نعم يتوجب فيها على الطرفين أن يتعاونا معا، اللاجئين والدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين، وكذلك الجاليات التي تمثل هؤلاء اللاجئين ومجتمعات اللجوء التي يعيش فيها هؤلاء اللاجئين. أشكرك السيد فراس حاج يحيى، مدير التجمع الحقوقي السوري في القاهرة.